أوروسكوب مع داليا. بونجور وأحلى صباح لكل اللي متابعيننا ولكل اللي انضموا لرفقتنا هلأ. بيقول ريتشارد باخ: إليك هذا الاختبار لمعرفة إذا مهامك في هذه الدنيا قد انتهت وأنجزت، فإذا ما زلت على قيد الحياة فالجواب هو كلا. يعني يا أصدقائي، طالما نحن أحياء، طالما أننا عم نلعب دور ودورهم بالحياة، إن شاء الله الكل يقدر يلبس الدور اللي بيحلم فيه. أما هلأ فمننتقل للأبراج، والبداية مع برج الحمل. ما تتسرع بتوظيف أموالك وانتبه من المشكلات المهنية المكلفة، بمعنى آخر انتبه لمصاريفك وكون حريص على ممتلكاتك. ما تواجه الزيت بالنار أيها الحمل، فإذا كان الشريك غضبان انطر حتى تهدى الأجواء لتقدر توصل وجهة نظرك وينحل المشكل. برج الثور. بيحملك اليوم خبر صار على الصعيد الشخصي والمهني، يعني مفاجأة سعيدة بتتضمن الأرباح المالية والتقدم المستقبلي. أما قلبك ودقاته فهني بأحسن حالاتهم واللون الأحمر مسيطر، ما في أحلى من الهدوء أيها الثور. برج الجوزاء. تستعيد معنوياتك القوية وثقتك بنفسك وبتميل للقيادة وبتقوم بعمل مبدع بيلاقي الإعجاب والتقدير. بتقوم بخطوة ناقصة مع الحبيب بتزعجه وبتكهرب الأجواء العاطفية، حاول شرح الأسباب وإعادة المياه لمجريها. برج السرطان. تجني قريبا ثمار ما زرعت، الأمر اللي بيترك عندك ارتياح كبير وبيقدم عطاء إضافي. حاول أنك تلاقي الشريك بمنتصف الطريق أيها السرطان، فالكبرياء ما بيوصل إلا للزعل والحبيب مخلص بحبك. برج الأسد. بينصحك الفلك بدراسة خطواتك بشكل سليم واختيار الأنسب لوضعك، فهالأمر بيساعدك على تعزيز موقعك. كون واقع بحوارك مع شريك لأنه هالأمر بيخليه عايش على الأرض بدون ما يبني قصور بالهواء. برج العذراء. بيساندك الحظ وبيكون حليفك بجميع نشاطاتك وخطواتك المهنية، حاول إنهاء أعمالك اليوم وعدم تأجيلها، وبتابع النجاح والحظ حتى بحياتك العاطفية لتشعر بأنك بأفضل حالاتك وإيامك مع الشريك. برج الميزان. تهتم بشؤون مهمة وبتتسلم مسؤوليات إضافية بترفع من منصبك وبتفيدك خبرة إضافية. تحاشى الجدال وما تتناقش بالمواضيع الحساسة والعلاقة مع الحبيب تحت وطئة الغضب، بل على العكس انتظر لتهدى أعصابك. برج العقرب. إذا كنت عم تعمل على تحقيق مشروع فني أو إبداعي، فمن الممكن أنك تحصل على القبول اليوم. تحتار بعلاقتك العاطفية وبتشعر أنك بحاجة لوضع النقاط على الحروف، برافو، لأنه هيدا هو الدواء الشافي. برج القوس. تشعر ببعض الإرهاق الجسدي وهالأمر ناتج عن قيامك بجميع الأعمال بوقت واحد، تنفس الصعداء أيها القوس قبل المتابعة. بيسيطر جو من الرومانسية الحب والعشق على علاقتك بالشريك وبتعيش لحظات لا تنتسى. تتعاطف مع مواليد برج الحوت والحمل. برج الجدي. ما تتسرع باتخاذ القرارات المهمة وكون حذر بتصرفاتك لضمان مستقبل أفضل، وتذكر المثل اللي بيقول: في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. بيشعر الشريك بأن حقوقه بعدها مهدورة وبيطالبك بتحقيق بعضها، كون جاهز وحاضر مثل العادة. برج الدلو. تنعجق بعدة مشاريع مع بعضها وبتنجح بإنجازها جميعها على أكمل وجه، ولكن بتشعر بالتعب والإرهاق، انتبه لصحتك. تنشغل عن الشريك وبتشعر ببعده عنك والسبب الانشغال بهموم الحياة، ولكن عليك الانتباه لأنه المسؤوليات ما بتخلص وعلاقتك لازم تكمل. برج الحوت. بتقوم بدراسة بعض البنود الخاصة بمشروع شاغل لك بالك، بتطلب المساعدة من أهل الاختصاص لتفسير بعض النقاط الأساسية. إلك فترة عم تتساءل عن أسباب تدهور علاقتك بالشريك، المطلوب منك مراعاة مشاعر الحبيب وعدم التغاضي عن احتياجاته. مع برج الحوت منكون وصلنا لختام فقرتنا سوا، على أمل نتلاقى قريبا. من هلأ لوقتها بترككن بألف خير. أوروسكوب على الشرق الأوسط 1450 AM.